أحسن الله إليكم أيضا تسأل في ثاني أسئلتها السائلة من اليمن وتقول: إذا جرح الإنسان جرح في يده أو في أي جزء من جسمه وخرج الدم، فهل يبطل الوضوء؟ وما حكم من توضأ بعد خروجه وهو مستمر في الخروج؟ فهل يصلي حتى لا يزول الوقت؟ إذا كان الدم الذي خرج كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، لأنه خارج النجس من البدن، فيشبه الفضلات الأخرى التي تنقض الوضوء. وإذا كان الدم يخرج فإنه يصبر حتى يتوقف الدم أو يعمل شيئا يوقفه من العلاجات ثم يتوضأ. نعم.